السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة أشهر زغاطة زغليل على يوتيوب. كنا عملنا من حوالي سنة فيديو بعنوان أسهل وأرخص زغاطة زغليل. طبعا الفيديو الحمد لله نجح، رغم ان القناة كانت جديدة ورغم ان الامكانيات كانت قليلة، ما كانش فيه خبرة، لكن دلوقتي احنا بنفكركم بالفيديو ده. الفيديو حصد يعني الحمد لله ارقام كويسة جدا من المشاهدات، فاحنا هنعيد صياغة الفيديو بطريقة افضل ونقول لكم دلوقتي احنا بنعمل بطريقة ايه. احنا كنا استخدمنا في الفيديو السابق اللي هو علف الدجاج ده، اللي هو فيديو اسهل وارخص زغاطة، ابحث كده واكتب اسهل وارخص زغاطة زغليل، هتلاقي الفيديو ده وهتلاقي العلبة دي كمان اللي احنا مزغطين فيها بالسرنجة دي. طيب احنا هنبتدي نعمل القديم بالطريقة القديمة وبالطريقة الجديدة، هنشوف نعمل ازاي. طبعا هنبتدي بالطريقة القديمة، كنا عملنا مكيال من اللي هو علف الدجاج ده، هو العلف علف الدجاج اللي هو البادي 23%، علف دجاج ومعروف جدا. اهو هنحط، كنا حطينا مكيال وحطينا عليه 2 مكيال مية، لكن طبعا احنا هنعدل المرة دي. اتضح ان له بعض الاخطاء، في بعض الاخطاء بيعمل، في ناس اشتكوا منه ان هو ممكن يعمل يعني يجمد فحصلت الزغاليل. يبقى كده الاتنين مكيال مية اللي احنا حطناهم قبل كده، هو ايه اللي احنا هنختلف معانا؟ ان احنا هنخلي الاتنين دول يبقوا 3 المية. يا جماعة هنزود المية بس، ما فيش اكتر من كده، زائد ان هو ده للتسمين فقط، علف الدجاج اللي هو 23% للتسمين فقط، فاحنا بدل اللي احنا في الصيف هنخلي المية 4، انا عايزه يبقى خفيف جدا يا جماعة، اهو 4 مكيال مية، وهنسيبهم يتخمروا زي ما قلنا في الفيديو القديم من ربع ساعة لعشرين دقيقة. نركنهم على جنب ونعمل بالطريقة الجديدة. شوف الطريقة الجديدة اللي هي ايه، بعد ما جبنا هنا ميكس ما عدناش بنعمل بالطريقة القديمة ده، وما فيش محتاج اي اضافات، بيعمل فيه كل الاضافات يا جماعة. احنا لسه طبعا هنزود الاضافات على اللي هو على في الدجاج ده، لسه لازم يضاف لي اضافات تانية احنا بنضيفها. كنا حطينا عليه جروفيت بلس، اللي هسيب لكم صورته دلوقتي، جروفيت بلس، لكن هنا ميكس مش هنحط عليه اي اضافات. طيب هنا ميكس بيستخدم ازاي يا جماعة؟ هقول لحضرتك ازاي. هو المفروض نص معلقة على كوباية مية، لكن انا معايا معلقة صغيرة، اهوت هنعتبر النص معلقة بتاعتها هو 2 من دي، اعتبر ان هم دول النص معلقة، يبقى ده ايه كده نص معلقة، 3 4، المهم تخليه خفيف، ما تخليه ايه، ما تخليهش متماسك قوي، خلينا كده نشتغل بالايه بالنظر كده، ونحط عليه المية اللي احنا محتاجينها. هنقلب ونشوف، هنقلب ونشوف. الزغاليل طبعا عارفة يا جماعة، عرفت اللي احنا هنعمله، فجاية عايزة تاكل. بنجهز لها، نخلطه جيدا طبعا من غير اي اضافات، ده مش بنضيف عليه اي اضافات. نقلب جيدا لحد ما يكون خفيف جدا، مش عايزينه سميك. دايما اعمل حسابك ان الاعلاف اللي زي كده بتمتص الميه، فمحتاجه ميه كتير يا جماعه. ايه الميكس اللي احنا بنعمله ده؟ السؤال ده اتسالته قبل كده، هو ايه عباره عن ايه الميكس؟ هو عن عباره عن حبوب مطحونه، الحبوب اللي هي اللي احنا بنقدمها عموما خلطه الحمام.
اللي احنا بنقدمها الحبوب الطبيعية اللي احنا بنقدمها، مش حبوب يعني أدوية، لا حبوب طبيعية يعني اللي هي الفول والذرة والحاجات دي وعدس وهكذا يعني. لكن هي السر مع اللي بيصنعها، كل واحد بيعمل ميكس من ده يا جماعة ما بيقولش سره لحد، لكن هي حبوب طبيعية ومضاف عليها بعض الإضافات اللي هي من الأدوية مثلا، إن أنت ما تحتاجش تضيف عليها أي إضافات. طيب هنبتدي بده زي ما قلنا على ما العلف يتخمر، اللي هي دي يا جماعة، ديت أسهل وأرخص زغاطة على يوتيوب وأشهر زغاطة على يوتيوب دلوقتي. اكتب كده أسهل وأرخص زغاطة على يوتيوب هيظهر لك ده. نفتحها ونبتدي نزغط بيها اللي قدامنا من الهنا ميكس بتاعنا ده، اللي هي كانت جالها انتقادات كتيرة يا جماعة، اللي هي أسهل وأرخص زغاطة دي اللي يقول على يعني بالراحة على الزغاليل. شوف كده اللي أنا كنت بعملها مرة واحدة كده كان يصعب عليه الزغلول، لا ما تخافش الزغلول مش بيجرى له حاجة. نعمل تاني كمان واحد تاني، شوف كده التاني اهو متخافش، هي من مرة واحدة اهو الزغلول سعيد جدا، شبع كل وشبع من مرة واحدة. لو عندك 100 زغلول هتزغطهم في ربع ساعة، لو عندك 100 زغلول مش مبالغة يا جماعة حقيقي، ده فيه شوية فانت تراعي ان انت تشوف ايه ده شبعان شوية مش هنديله كتير اهو، كمية قليلة، وده برضو فيه نزود له بس كمية صغيرة نص الكمية اهو يا جماعة ما شاء الله الزغاليل اهو. يبقى فاضل عندنا هنشوف اللي هي العلف بتاعنا، هنرجع لكم بعد حوالي ما يتخمر، هنستنى حوالي ربع ساعة لعشرين دقيقة زي ما قلنا ونرجع تاني نكمل الفيديو. بعد ما اتخمرت اللي هي خلطة العلف هنضيف عليها اضافة بسيطة كده اللي هو زي ما قلنا جروفيت بلس على الكمية دي. شوف حضرتك العلبة تقريبا ناقصة حاجة بسيطة اهي، هنضيف عليها نقطتين يعني بالنظر كده حوالي نص سنتي الى سنتي. على فكرة جروفيت بلس السنتي يقف بنص جنيه يا جماعة، كده الكمية دي كفاية. هو غالي لكنه مش غالي حسب النتيجة بتاعته، هو مش غالي مفيد جدا، ممكن تضيفه على المية اللي بيشرب منها الحمام جماعي سنتي على لتر المية. لكن الخلطة اللي انا عاملها بالعلف دي يا جماعة زي ما قلت لكم للتسمين فقط وللذبح يعني للذبح وليس للتربية. لو هتربي الحمام ما تعملش بدي، تعملش بالعلف ده، تعمل بالهنا ميكس بتاعنا ده اللي هو ينفع للتربية وينفع لكل حاجة ومش محتاج اي اضافات، لكنه مش هيسمن الزغاليل. هنبدأ نبتدي نجيب مجموعة زغاليل غير اللي احنا زغطناهم دول، ليه احنا حطينا واحد علف واربعة مكيال مية، لان احنا في الحر يا جماعة فلازم تزود المية، لكن لو في الشتاء حط تلاتة مكيال مية على واحد علف كفاية قوي، احنا بنحط اربعة افضل في الصيف. طيب هنبتدي بسم الله، بعد ما قلبنا كويس جدا وحطينا عليه الجروفيت بلاس توكل على الله، نزغط المجموعة دي بسرعة كده ده شبعان، اللي شبعان نديه على قده، اللي فاضي ممكن تديله ده فاضي نعطيه كل الكمية، الله ممكن ياخد كمان يعني بس انا بقول كفاية. بعد كده تمر عليهم، احنا الوقت مثلا الصبح تمر عليهم اخر النهار بالليل او بالليل، اللي عايز يشرب تسقيه لان ممكن تلاقيه جامد زي كده تبقى تسقيه معنا ده. شوف كده ما عادش يمكن غير اتنين، فاضل ده، لا ده خالص، يبقى بكده يكون خلصنا، ده فاضل واحد اهو، كده نكون خلصنا كل المجموعة.
يبقى كده ده الفيديو اللي هو اشهر زغاطة زغاليل على يوتيوب. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.